واضح. بدي أقول نور رحمة هي إعلامية لبنانية. للأسف مثل كتار من الأشخاص اللي بيكونوا إن كان بالإعلام ولا بالفن ولا بأي مهنة اللي كانت بتخص الشهرة بيكون همهم إنه كيف بدهم يوصلوا، فأوقات كتير بيستعينوا ببعض الأشخاص اللي هن باورفل بالحياة لحتى يساعدوهم بإنه يقطعوا المسافة بطريقة أقصر. هلو واضح، أنا ستيفاني صليبة. في كذا عنصر اكيد شجعوني على دقيقة صمت، منهم المخرج شوقي الماجري، اكيد اني انا عم بوقف قدام كاست كثير مهم، النجم عابد فهد وغيرهم، مين هالشخصية اللي هي رح تنقلني لمحل ثاني، لانه انا عم اقدم شخصية جديدة، عم كون عم روح على هيدي البنت اللي هي ما بتشبهني ابدا، فهو تشالنج لإلي. حلو واضح، انا هند خضرة ممثلة بالهيبة دور ريما شيخ الجبل. لينا قيتو لعهنا حكيوني عن مسلسل الهيبة، بس لما قريت الدور انه حبيته كتير. شو اجمل شيء الناس اللي تعلمت منها، الناس الكبيرة اللي وقفت حدا، الخبرة، العالم، عرفت عالم كتير ارتحت معه واستفدت تعلمت منه.